يعني أنا مرة ثانية بدي أقول إنه الله محبة وبحب كل إنسان، والرسالة اللي إحنا نحكيها رسالة نور. ولما مثلا منقول المسيح ما فيش مثله، مش مجرد إحنا منقول مسيح أشرف خلق الله وخلاص، إحنا منقول للأسباب التالية 1 2 3 4 5. بتشوف المواقف بتاعته، بتشوف المعجزات بتاعته، التعليم بتاعته، الأخلاقيات بتاعته، الفكر بتاعه، هذا اللي بخليك تحكي عن يسوع المسيح، مش مجرد كلام. كيف تعامل مع الأعمى؟ كيف تعامل مع الزانية؟ كيف تعامل مع اللي مش من نفس العرق سامرية؟ كيف تعامل مع الأعداء؟ كيف وكيف وكيف؟ لما أنت بتتطلع على يسوع تقول واو، فعلا هو النور، وأنا عاوز أسير مثل ما قال سيروا في هذا النور ما دام الوقت يعني موجود. فإحنا نسير بنور المسيح.